لكن أنت سألت سؤال جدا مهم، انعكاس على السوق الداخلي، انعكاس على المواطن. هذه النقطة المهمة، أن تركيا طورت آليات لحماية المواطن وخاصة الفقراء في تركيا. أول، هناك الحماية الاجتماعية. ثانيا، أن الموظفين كل 6 أشهر تعهدت لهم الدولة بتحسين الرواتب بمقدار التضخم المالي الذي يحصل في تركيا. يعني هذا الفرق الذي حصل سوف تحسنه تركيا كل 6 أشهر. النقطة الثالثة هي أدنى راتب الآن 1600 ليرة. القطاع الاقتصادي والحكومي، أنا أسف المقاطعة، يعني التحسين ده على القطاع الحكومي والخاص ولا على الحكومي فقط؟ الآن هذا القطاع الحكومي، لكن أيضا ينعكس على الخاص. يعني الحكومة عندما تقوم بمثل هذه الإجراءات يلحق بها القطاع الخاص. وهناك نقطة مهمة جدا، أن تركيا الآن دولة منتجة، دولة زراعية، ودولة تعتمد على الصناعات الصغيرة المتوسطة. يعني حاجتها اليومية للطعام والشراب والحاجات اليومية تنتجه محليا، وهذه جدا نقطة مهمة في اقتصاد أي دولة. فإذا تركيا الآن تعهدت أن أدنى راتب بتركيا 1600 ليرة، 1650 ليرة، أنه يستطيع أن يأخذ حاجاته الشهرية الأساسية بحيث لا تقل الكمية. من عام 2002 إلى الآن لا تقل الكمية بل تزيد هذه الكمية. والذي ليس عنده القدرة تتعهد له الدولة بإحضار سلات غذائية شهرية، وأيضا تتعهد له بالصحة والتعليم المجاني لكل المواطنين. هذه إذن هي ضمنت الناحية الاجتماعية لمثل هذه الأزمات. فإذا المواطن لذلك يقف مع الدولة. هلا مهما كان، أنت إذا طلبت من المواطن أن يقف مع الدولة، إذا ليس عنده ما يأكل ويشرب لن يقف معها طبعا. لكن إذا ضمنت الطبقة الصغيرة، الطبقة الفقيرة، الطبقة المتوسطة، إذا ضمنت هذه الطبقة بنظام اجتماعي يضمن لهم القوت اليومي والمعيشة الكريمة والتعليم والصحة، سيقف معك المواطن.